إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بعذاب عام فأعطانيها، يعني كما أغرق قوم فرعون أو كما جعل عاليها سافلها على قوم لوط أو كما أهلك أقواما بالرجفة وآخرين بالصيحة وآخرين بالريح المرسلة، سألت ربي أن لا يهلك أمتي بعذاب عام فأعطانيها، وسألته أن لا يسلط عليها عدوا من غيرها يستأصل شأفتها فأعطانيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلو اجتمع على هذه الأمة من بأقطارها، أي لو اجتمعت كل كيانات والدول وقوى الكفر والشرك والإلحاد والزندقة والوثنية والطغيان والفجور وكل قوى الفساد والإفساد وعوامل التدمير، لو اجتمع على هذه الأمة من بأقطارها، أي من بأقطار الكرة الأرضية تماما، فلن يستأصلوا شأفتها. وسألته، سألته ألا يجعل بأسها بينها شديد فمنعنيها. هذه الأمة تنام ولكن لا تموت، تضعف ولكن لا تذوب، تنكسر ولكن لا تندحر، تتراجع ولكن لا تباد، فهي أمة باقية لأنها الأمة المختارة. ولكن استثناء الله لها من هذه السنة مع حديثه عن هلاك الأمم الأخرى في القرآن عن عوامل وأسباب ضعف الأمم وزوالها، تنبيه لهذه الأمة إلى أن تنتبه لهذه العوامل. وكأن الله عز وجل يقول: إذا رأيتم فيكم ضعفا وتسلط عليكم عدوكم ونالكم العذاب والخسف وأصابتكم المحن والويلات، فإن هذا بما كسبت أيديكم، بأمراض ظهرت فيكم، بعلل وأخطاء وخطايا أنتم اقترفتموها، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما الذي يجعل من بأقطار الكرة يتجمعون على الأمة كما تجتمع الأكل على قصعتها؟ إنه الأمر الثالث الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه إياه فمنعه، أن لا يجعل بأسها بينها شديد، أن لا يجعل بأسها بينها شديد. درس أعداؤنا بدقة وتمحيص تاريخ هذه الأمة منذ نشوئها، كيف تكونت، كيف تشكلت، كيف انتشرت، كيف توسعت، كيف انتصرت، ثم درسوا مراحل التراجع في حياتها، درسوا واقع الأمة في حالة الصدام العسكري مع عدوها، وكيف أنها دائما تنتصر في ميادين الصراع المسلح، أي ميادين الصراع العسكري الميداني ولو كانت قليلة العدد والعتاد. وعلموا أن في هذه الأمة سر يجب أن يكتشف، فما زالوا يبحثون ويجروا الدراسات حتى وصلوا إلى حقيقة حتمية، أن نقطة الضعف في الأمة أن يجعل بأسها بينها شديد. فبدأوا يعملون في الليل والنهار على هذه القضية، كيف يجعلوا بأس الأمة بينها شديد، لأنهم أيقنوا إذا نجحوا في الوصول إلى هذه النقطة فهم سينجحون في كل الميادين العسكرية والسياسية والاقتصادية، أن يسهل عليهم الهيمنة على هذه الأمة والسيطرة عليها إذا استطاعوا أن يجعلوا بأسها بينها شديد. إذا جعلوها تتشرذم، إذا جعلوها تتنازع، إذا جعلوها تتصارع، إذا جعلوها تتقاتل، أعداؤنا أدركوا هذا السر الخطير
العمود الفقري في كل انكساراتنا وفي تأخر انتصاراتنا وفي كل نكباتنا وويلاتنا. أعداؤنا اكتشفوا وبدأوا يعملون على هذه القضية، ونحن لا نريد أن ندرك هذا الأمر ولا نريد أن نستوعبه يا عباد الله. نعم، إن الذي أقوله ليس كلاما توصيفيا ولا تحليليا، إنه حقيقة عمل عليها الأعداء عقودا بل قرونا من السنين. وكلما ظهر في سماء الأمة مظهر من مظاهر التقارب أو التلاقي أو التوحد، افتعلوا مشكلة أو هيأوا سببا أو صنعوا قضية ما من أجل أن يعيدوا الأمة إلى حالة الافتراق وحالة التصارع يا عباد الله.